المسمات فلانة ولا فلانة كاع ما نسميها أنا ولا ما نسميها. كتشوف عندها شي دخل في هذه الجريمة؟ واش أنا كنتهم كل شيء، لأن ملي تزوج بها هو عنده المشاكل. من نهار تزوج بها هو تزوج بها نهار 26 في شهر أوت 2023 وهو عنده المشاكل حتى لحد الساعة. فهمتي؟ كتشوف هي عندها شي وأمها الله يحسن العوان الإخوان، الله يحسن العوان. أنا ما كنكذبش عليكم، أنا الفيديوهات اللي كيطلعوا لي دابا في قضية ديال الزوج ديال المغنيه ريم فكري، فهمتي، حاشاكم جابوا لي التقيه. يعني راه واحد مات، واحد راه مات، والناس كيسولوا على العلاقه الزوجيه، الناس كيسولوا واش الزوجه ديالو عندها شي دخل في داك الشيء. ما نلومش الاب والاخت وتا واحد، ما عرفت انا والصديق ديالو ما عرفت شكون كان طلع ما بينش وجهه، فهمتيني، اللي خرجوا بتصريحات غير مدروسه، راهم في حاله صدمه. صدمة يعني خارجين تيقولوا تصريحات اللي تقدر دير تصيفط لواحد الحبس. باقي ما سمعناش حنا السيدة شنو قالت، والله يحسن العوان. راه حتى هي راه على حساب ما شفت الفيديوهات، والنهار اللي خرجوا لك فيديوهات ديال عرسها ونهار طلع عندها المايا سعطها الورد، راه كانت فرحانة، فرحانة براجلها، وكانت هي استرياته، وكانت قالت انه العين الحق، وها هو طار. يعني الله يحسن العوان الاخوان، راه وحدة راه مات لها راجلها، والله يحسن العوان ديال السيد راه مات ليه ولده، ماشي موتة عادية. ولكن كاين اللي كيمشيو في شي حوايج اللي غادي اللي ما خاصهاش تقال، شي حوايج ما خاصهاش تنشر، فهمتيني، تيطلعوا شي فيديوهات خايبين كيضروا في الخاطر. ما عرفتش، ما بغيت نتهم حتى شي واحد الاخوان، ولكن راه عيب، خليوا القضاء الاخواني ياخذ مجراه. احترموا ديك السيده اللي هي مات لها راجلها، احترموا دوك العائله اللي مات لهم ولدهم. هذا مسكين راه في حالة صدمة، أي تصريح غيجي ليه في لسانه غيقولو، مسكين ما عارفش العواقب ديال داكشي اللي كيقول، ختو تا هي ما عارفاش العواقب ديال داكشي اللي كتقول. الله يحسن العوان الإخوان، الله يحسن العوان، دا كل واحد تيلغي بلغاه. لا إله إلا الله الإخوان، لا إله إلا الله، هما كيعرف ما بين الراجل والمرأة غير الله سبحانه وتعالى. صافي، ما يمكنش نزيد شي كلمة من فوق هادشي، هادشي راه كيضر في الخاطر. لقيتو السحر والشعوذة عندكم في الدار؟ يا الله هانت، يا الله هانت، السحر والشعوذة في النساء للعرس. بالنساء للعرس ولدي مشى مع هاد مراتو، هادي مشاو لمراكش باش كيقولوا شهر العسل، فهمتي، مشاو لمراكش. ولكن بلي مشى لمراكش، وصل لمراكش حس راسو بالتعب، وحس راسو عيان، وحس راسو راسو كيضرو داك الشيء، ويعيط لمو، عيط لمو، قال لمي ماما راهني فهمتي جو مسو با بيان. قالت ليه كيفاش؟ قال لها اسمو هادي، وراه قال لها غادي ندخل لكازا. جاو لكازا، ولكن اون تخطو هذيك الساعه مو كانت باللي كان مع العرس وداك الشيء، كانت كدير تما توجد لهم البارتمون وداك الشيء، الصباط ديالو، الحذاء اللي كان لابس في العرس، جينا نشوفو لقينا تحتو واحد الحجاب. قلت لها انا خلي داك الشيء بلا ما سمو، ما ربالا تكون غير شي حاجه، لحنا هذاك الحجاب. ولكن ملي جينا نقلبو لقينا الفيستا ديالو ديال العرس، هذاك الكوستيم ديال العرس، لقينا لداخل واحد مصيبه، واحد القضيه ديال السحر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. من اللي بغيت ننصح للناس ان ولدي الله يرحمه توفى، ولكن الجثه ديالو ما لقاوهاش كامله، فهمتي، دابا باقى الشرطه كتبحث باش تشوف. لا فين ما غادي غيبقاو يطلعوا هاد الفيديوهات، هاد الفيديوهات تسناو القطع اش غيقول الاخوان. ما عرفتش انا، واحد ما عرفتش انا، غير كنقول داكشي اللي كيبان ليا. ولكن لاحظت كميه الهجوم على ريم اكثر من الهجوم على مول الفعله. ما عرفتش واش تكونوا لاحظتوا انتم ولا لا، ولكن الفيديوهات اللي كيطلعوا ليا كميه الهجوم والانتقاد على الزوجه اكثر من انتقاد مول الفعله. وانتم حكموا الاخوان، انا ما عندي ما نقول في هذا الموضوع هذا. السلام عليكم. فيديو سريع باش نقول لكم بان مهنه الصحافه العمل ديالها الحقيقي هو تغطيه الاحداث اللي كتكون فعلا خطيره ومختلفه، بحال اللي وقع لهذاك السيد اللي مات الله يرحمه، تخطف وتعذب وتقتل. هذا هو الموضوع، هادشي اللي خاصنا ندويو عليه، وخاصنا نقلبوا كيفاش وعلاش وقتاش وشكون، واش البوليس داير خدمته. العلاقه ما بين الهالك الله يرحمه ويوسع عليه وما بين الزوجه ديالو ماشي قضية رأي عام. الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك الوالدين بتاتا. وحتى اللي كانت عائلة الهالك تحت تأثير الصدمة، ولينا عندها خلافات مع السيدة، باغيين يردوا هذه المسألة قضية رأي عام، فهادشي راه ما كيدارش الصحافة ديال
نقدرش نقول شي حاجه اكثر من داكشي اللي كنفكر فيها انا يصيفطني هادشي اللي باغي نقول لكم. والله يرحم لكم الوالدين اللي غديروا شي خدمه ديروهم قاده. راه عينا ما نشوفوا هذا البؤس وعدم احترام اخلاقيات المهنه، لان هادشي فعلا بزاف. راه المسائل الشخصيه ليست قضيه راي عام، هذاك راه تشهير بالعربيه تعرفت. واش اخباركم الاخوان انه تطرح واحد السؤال، تطرح على الام يسولوا على الدخله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما غنقولش لراجلي ما تبقاش تمشي مع أمك، مو يمشي عنده وقت ما بغى شغلو هذاك، ما مرضوش بغى يمشي عنده يمشي، بغى يشوف خته يمشي يشوف خته، بغى يشوف خوه با مو عائلته طاسيته شغلو هذاك. أنا هما ماشي الرحيم ديالي، كنشد تقاري وكنتكمش. ولادي هذوك جدودهم يمشيو عندهم، ولادي باقين صغار معايا. هذا الاخوان القصه ديالها طلعت لي في واحد الفيديو كتبكي، ملي سولت المدام عليها قالت لي راه كانت كدير لايفات وكانت كتنصح مزوجات اللي عندهم مشاكل مع العكوزات ديالهم، اللي عندها مشكل مع عكوزها كتوريها كيفاش تتعامل مع العكوزه اللي كانت خايبه وما عرفت اللوسه اللي كانت خايبه معها كيفاش تتعامل معها وكيفاش تحمي راسها وكذا. عكوزها على حسب ما قالوا الناس في فيديوهات قال لك عكوسها مات لها الزوج ديالها الله يرحمه، الزوج ديال هاد السيده هادي ما بغاش يخلي الام ديالو بوحدها، جابت عيش معاه وقالت لك هادي جراو عليها، خرجات قالت لك فرقوني على ولادي وكذا وانا سمحت لهم في كل شيء ما عارفش كاع على ديبار. خرجت واحد الصفحه في انستغرام قالوا انه هاد السيده هادي كانت مصاحبه مع واحد تيك توكرز معروفه، كانوا صحابات، وهادي كانت كتنصح ديك التيك توكرز وما عرفتش كتقول لها على راجلها، ناض صداع بينها وبين راجلها، راجلها ناض هضر مع راجل هادي، هي باش هادي ناض لها الصداع، وديك التيك توكرز ما خرجاتش حتى شي ستوري ما تلعب كتساند بها السيده ولا روينا. لذا كنطلبكم الاخوان دعيو معايا ربي يسهل عليا الاخوان، ندير شي مشروع ولا ندير شي حاجه، ما تبقاوش تشوفوا كمارتي، حيت هادشي راه ضرني في صحتي، ضرني في راسي، ما انا غنمرض، انا غنمرض. والاخوان واحد النصيحه، اي وحده مزوجه وهذا المشكل هذا كتلقاه بزاف صناع المحتوى، فيما توقع لك على شي حاجه سهله كاع النشر ديالك كاع الغسيل كتنشروه، كلشي كيسيق لكم خبار كي غديروا من بعد، واخا تصالحوا مش من وجه غتواجهوا العالم. نصيحه اختي، واخا يكون راجلك خايب واخا يدقك خرجي قول لهم راجلي احسن راجل في العالم، علاش؟ حيت غادي تصالحوا من بعد، غادي تصالحوا من بعد ان شاء الله. من الاحسن الاخوان بعدو من الميديا، الا كنتو غتبارطاجيو شي حاجه بعدو من الميديا. مانو الشيش علاش قلت لك ما راه الحماق، شوفين كنت وشوفين وليت، شوف ما بقاش هذا مقاد، فهمتي العقل عندي انا ما بقاش مقاد، ما بقيتش نورمال انا بحال بنادم. كانت معايا خويا وكانت مع واحد اخر، يا ها هما التصريحات اللي كنقول لكم الاخوان غيقدروا يديو مولاهم للتهلكه، وما هادو الاخوان الى لا غادي يشهد. او هنا كون لي بارتي ان كولومبي مشات مع هذاك صاحبو، واقع هو كان لها اختي. ما عندنا ما نديرو بهذا الشيء هذا كامل. يا عالم يا بشر، ياسين بونو مو طبيعي، ياسين بونو يصد النيه، النيه يصد ياسين بونو، يمسك اي شيء تبارك الله، اي حاجه يطالع فيك بس النظره دي حاجه يمسك تبارك الله يا اخوان، والله مو طبيعي حاجه. واقول تبارك الله، ها ليش عندهم دافعين بلاي وويلي سيبوهم دول، قول ما شاء الله يا اخي. اليوم الكوره حق الهدف الاول للهلال جات من صد ياسين بونو، لا ما صدها، امسكها احتواها ورجعها مرتده للهلال، ومالكم سجل الهدف الاول للهلال. بعدين يا اخوان جديه الاجانب مع الهلال ورغبتهم يحسوك انهم مواليد شمال الرياض. ناري والله ما قال تبارك الله ولا ما قالهاش، ما قالهاش والو. What is going on in Canada that this house costs
Just no, let's play a game. Get a number in your head. Okay. 20 مليون سنتي. في كندا. كندا تبع عندهم أزمة. لا غلات الدار. 40 مليون. 50 مليون. Okay. Think what do you think this costs? All right. Hold on. Steam. You're wrong. $3 million for that? أولي لثلاثة المليار. أولي لثلاثة المليار. Assault. Okay, this is in Vancouver. And people say Vancouver's the LA of Canada when it comes to real estate. No. In LA, that would cost what? Like 900 grand? أشي ثلاثة المليار شنو تدير لك في المغرب؟ شنو تدير لك في المغرب؟ Maybe 1.5 on a really bad day. شو قلنا الإخوان شحال تعطيهم نتوما في الدار؟ شحال تعطيهم فيها الإخوان؟ برعوا فهمتي تبرعوا فهمتي. دير شي شامل خيالي من عقلك. شحال تقدر تعطيه في الدار؟ Is that $3 million? So I'm from Oklahoma. In Oklahoma. إلا كان هذا 3 المليار الكرب شحال غيكون هنايا في كندا؟ That is 55, 75 grand. And what myths me. It's like if that's 3 million, okay, well, I'd hate to see 5 million. صافي دابا كل ما يوليو يجيو عندنا. كل ما يجيو عندنا العقار عندنا غيطلع. فهمتيني كاع كاملين غيوليو يجيو عندنا المغرب. ويلي 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 هادو فاتو المغاربة في التبركيك. صافي دبر ليهم على الصداع يا خويا. صافي دبر ليهم عليها يا خويا. واش بعقلك اصاحبي دابا كون طاح شي دري صغير اشنو هو داك كروازير نب شنو هو هذا يا حاول عمرك شي حاول كيضحك هو كيضحك على الدري الصغار ضربة قبضة البعبع يا بلاتي واش تحشش بالي بحال هكا يضحك صافي انا تحششت لا حول ولا قوه الا بالله العظيم بس عارفوا راه العين حقه اي استراتوا على العين لا اله الا الله محمد رسول الله انا باقي عاقل على واحد الفيديو كان طلع عند المين سطا الورد كانت فرحانه فهمتي فرحانه يعني كتبين ان السيده راه كتبغي راجلها فهمتي يعني مستحيل انا تفكرت في الاديه ديالو ثاني انا ما شي حوايج من الاحسن الواحد يبقى بعيد ما يدخلش فيهم متلعبا كاين الحمد لله قانون في البلاد واهم حاجه ان الروح عزيزه عند الله في الاخوه يا هاي اللقطه هاي اللقطه اللي كانت طلع عندها الاخوان عطاهم السموم ديال الورد الله يرحمك اخويا الله يرحمك اختي والله يصبرك والله يصبر الاهل ديالهم ساكن الله يرزقهم الصبر العالمية الإخوان العالمية صافي العالمية الإخوان فيديو في مراكش هو وصل عند أخونا هذا صافي العالمية العالمية بعقلك ولا مطنق ولا باش مصاوب هذا الكاميو كاميو ديال الإندومي هذا ولا شنو هو هذا لا حول ولا قوة إلا بالله ما عمرني في حياتي شفت كاميو كيدار ليه لين بوكسين حتى شفتو اليوم كاميو دار ليه لين بوكسين أنا باغي نحل الكارطونة باش عنفهم هادو اللي كانوا كيصوروا واش ما قدروا الزعما يعلموه ولا شي حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله What is that? What are you on? Is that a bit of wood? Wood? خشب. Oh, sorry, mate. How's that? The guy, he was just hitchhiking on a bit of wood. That's pretty bloody cool. Let's have a quick look at that. All right, pause. Come here. God damn it. Pause. Wow.
Look out! Oh, this wood has been in here for ages. Let's have a quick look at it. I wonder what's underneath. شنو هذا؟ شو بصح خشب ولا عنبر؟ Oh, it was a crab, dude. You are. شو قلنا الإخوان أنا ما فهمتي. أبدأ أضحكوا علي أو شاني. ويا كده ما عرفت أخوتي شنو هذا؟ وش عنبر ولا خشبة ولا شنو هذا العجب ما عرف. Living your best life. Oh, turn you over. All right, that's pretty bloody cool. All right, let's go check out these fish over there. All right, unpause. Good luck, Mr. Crab. You're crazy. You're loco. ما خلى النعمة وضي ما أعرف بالعين إذا ما رخليش وراء غير ضرب الدورة وغير ديمة. تسيء. Here we go. دوخنا. There's some birds working. تسمونا الإخوان وصدق عنبر ولا خشب. بشار هيد من طريق البشار ورا فيه اللي ركين بشار بحال ما هذا وحق الله واحد من طريق اسحبي واش علاش غادي من الليسر اصلا علاش غادي من الليسر اصلا Le mari de la chanteuse marocaine Rimfiki a dit واش هادشي واش هادشي عندنا هذا تحنا عندنا مجموعه ديال البكايه على الميتو أنا عام الإخوان في هذه البلاد نهار على نهار كنت فاجأ وحق الرب ما فهمت واش كيف تحوش الشهية على البكاء ولا كيديروا ديديكاس للميت وفي خاطر الموتى لهلا يبكي شي واحد فيكم الإخوان ولهلا يبكي لهلا يبكينا الإخوان لا إله إلا الله والله يرحم المرحوم ولا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله ما عرفتش اللي فايت الإخوان شايف هاد البلان هذا كتب لنا أنا أول مرة في حياتي أقسم بالله لأول مرة في حياتي كنشوف هاد الشيء هذا قسما بالله ما كنتش كاع عارف هاد الشيء عليك الله يرحمه وإلى رحمة الله الله يرحمه فراس رضا لا حول ولا قوة إلا بالله الله هاد الفيديو هذا راه داير بوم دابا في الجزائر راجل درويش ومول القهوة جاركلو بالطريقة هادي بقى فيا بقى فيا بقى فيا مسكين بقى فيا لا حول ولا قوة إلا بالله وقريت من عند الإخوة الجزائريين قالك أنه كلا العصا مول القهوة وقال لك لا العصا والعلم لله الإخوان ما عارفش ولكن قال لك راه مشاو عند شي وحدين طولوا فلاقة على ودة السيد هذا مسكين والله لا أحسن حاجة تحرير الملك العموم وليتي غادي في الطريق ما مضارب مع مولين تريبورتور مع ماطر مع الطوموبيلات اللي داخل في شي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والله لا أحسن حاجة أحسن حاجة بدأت أول مرة بدأت للملحقة هنا نتيجة التوظيف بالمعرفة معرفة زعما تحالف ثلاث نساء من أجل استخراج شهادة الميلاد شكون اللي شاد الملحقة هنا كاين مندوب تا انا يوقفوا عليا بحال موت ما نكذبش عليكم الاخوان بدا نترعد نبدا نقول لي سير رجعت الغدا كما تيقولوا المواطنين نقول لي خويا رجعت الغدا تاخذ الشهاده ديالك
اما الاخر واش شو كاميرات وكذا هو واقف عليك وكذا خليني باقي اوه حاولي معليش نخرج انا دوني نيفو داك تاك حاضر اصبر معليش معليش واحد 9 عطيني معليش هاد ديري لك بيسوس تاعك انا حنخبط غير غلطتي في حرفه باش ندير لك سكاج جد معلى بالون شو راهم يديروا اول مره يلا اصحاب الكفاءات راه شادين تريطوار هذا الزليج هذا كاع هذا خاصك بالله دابا مثلا هذا اللي خارج هنا ملي غيدوز بنادم ملي غدوز طوموبيل ملي غيدوزو عايزك تقول لي العالم فيه كام قارة 24 حلو ايه هما ماشي غينيا حلو بوركينا فاسو حلو ماشي افريقيا حلو. السودان حلو. مصر حلو. الجزائر حلو. العراق حلو. الامارات حلو. السعوديه حلو. كمل قلت 8 ماشي لسه اسوان حلو. الاقصر سوهاج حلو. جنة حلو. اسيوط جنة جنة ده من جنة ولا هي جنة لا أنا هي جنة كده لحد دلوقتي 9 ماشي 9 كده يبقى 14 ماشي كمل. وصلنا عند جنة ماشي اسيوط حلو. بني سويف حلو. المنصوره الفيوم فلسطين يا عماده بس انت دلوقتي الله يخليك فلسطين ماشي قاره فلسطين كوكب باش نصحح لك الارجنتين فرنسا المانيا مو صيبك احلى احنا كده البرتغال احنا كده عدينا ال 24 عم 20 فاضل اربعه بس يعني هو بيحسب معاك هما فاضل اربعه جدع يا جدع اديني بقى الاربعه هقول لك انا بقى الاربعه استني بقى خليكي معايا كرواتيا ايوه السين هذا والله يا اخويا ما عرفت ديك بي ام هذه والسبرديله والصنداله واش بانطوفه بي ام اكس ما عرفتش شنو هي اقسم بالله العلي العظيم ابان جدع كوريا سقف يا شباب اخواتي بحييك تفيقات الاخوان تفيقات ما تنساوش الاخوان تدعيو معايا